وليدة اش كديري؟ ايه كنوجد بوغماش هذا النهار ان شاء الله يا ربي. رفيسة القضية فيها رفيسة. رفيسة معنا تابعوا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا جميع التحضيرات ديال الميمه. وعمتي مرحبا بك. ربي يخليك عمتي على خطاك. السلام عليكم المشاهدين ديال بنتي نورا، كنبغيكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. كنسلموا عليكم داخل المغرب وخارج المغرب، وكنسلموا عليكم بزاف بزاف. ايوا انتما كي كتشوفوا اليوم هذه اختي فاطمه راه دارت لنا غرش حي القاعده. باينه هاد الرفيسه غطلع غزاله يا عمتي. احنا باينه زوينه تبارك الله. تبارك الله. تبارك الله. بسم الله. نحن نديرو في التفصيل كبير. ان شاء الله الله يكبر بيك الله يخطيك. هادشي معطر تبارك الله. يا عمتي الريحه كضرب من هنايا. الله يعطيك الصحة. هادشي هذا تبارك الله هو هذا. شافنا حقه بالجنة ما عندنا ما نديرو له. داكشي اللي كاين. واللي بغى يجي مرحبا بيه نديرو له رفيسة ما كاين حتى مشكل. اللي راه قريب وبغى يجي مرحبا بيه. ربي يخليك. نديرو له رفيسة. انتي مولاتو خير. الرويسة ديالكم هكا انتي اختي فاطمة داكشي هكا. الله يعطيها الصحة مجموعين. زعما انتوا غادي تشوفوا معانا دابا. اي باينة عمتي هاد الرفيسة باينة كتحمق. ما شاء الله الريسيه راه زوينه. ايوا عمتي الله يعطيك الصحه. حنا ويا تحبيبه ديالي حنا ويا دابا الله يعطيك الصحه. هادشي كيشهي دابا هادشي هذا هكا. اييه راه عاد غادي نقادو. اييه بس كينا رفيسه راه عاد غادي نزوقوا ان شاء الله التفصيل وغادي يتبعوا معنا المشاهدين حتى يشوفوا التفصيل ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله ومعدل ان شاء الله. لقيتو هنا داير كيلعش. انا عاد نحطو هنا غادي على بركة الله. بسم الله بسم الله. هذا شي شهادة. اييه انتوا غتابعو معنا ان شاء الله وغتشوفو ان شاء الله شنو غادي تحط فيه. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله مدوره نوره مقاده. اييه ولكن اللي غديرو فيها انتوا غتابعو معنا وغادي تشوفوا مثلا غادي تقاد هاد التفصيل وغادي تقاد وغادي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. دابا عمتي اش غتصايبي؟ دابا هادشي هذا باش قلت لك الحلبه راه ما مقاداش راه كلها كاينه شغله. اختي فاطمه راه طيبه كل حاجه ما كيفاش تبارك الله. انتي طيبه العكس وحديتو. الله نديرو شويه من هنا. كل واحد وشنو كيدير. صح كاين اللي كيجمع كلشي في خطره واحده. اييه ولكن هكا زوين. هكا زوين حسنت اللي بغا شي حاجه كيهزها. الحلبه عاوتاني هي راه طيبه اختي فاطمه وحديتها. اللي بغا هكا كياكلها. لا هكا احسن. كاين اللي ما كيبغيش ديك الحلبه. كاين اللي ما بغاش الحلبه. الحلبه عندك انت اختي فاطمه مطيباها. طيبه العشاء تبارك الله مطيبه الحلبه. عرفتي تعرفي غنديرو شويه من هنا شويه هاك شويه هاك باش اللي بغا شي حاجه يهز منها. زوين هاد الشيء هذا تبارك الله. عرفتي بالتمر. يلا يعطيك الخير. وهذا هو بالكرموس والقرقاع. الله يعطيك الخير. هادشي هذا زوين. هادشي هذا راه نورا الكبقان. هادشي بالصحة والراحة. انت والله هاد الزويقة دارتها عمتي واعرة. الله يعطيك الصحة. هادشي بلا مضرة ما كنكملوش بزاف. الله يعطيك الصحة. لا جا عمتي ما عطاك أكثر من هادشي ما كاينش. الله عمتي الله يعطيك الصحة. الله يخليك. راه مازال هاد العشية شحال غنديرو فيه حتى هو بيض. أييه إن شاء الله. الله سيدي ربي ان شاء الله. ايوا دابا هاد المرشوش هذا كله باش يبغي يزوقو. كله كله باش يزوقو. صح. ايوا عمتي كتشوفو معانا. ايوا عمتي هاد البيضات كي غديري لهم؟ دابا هادو غادي نشكلهم هنا في الفرش. اييه شنو درتي لهم؟ هادو درناهم بالجنجلان. الله يعطيك الصحة. أنا كنقول لك راكي تبارك الله عليك. يا أختي فاطمة تبارك الله راهي عندها. تبارك الله عليك عمتي. حتى أنت عندك معاها هادشي هذا الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. إيوا أنت باغا رفيسة ها أنتم يا المشاهدين ها أنتم. يعطيك الصحة أختي فاطمة. ربي يخليك. ربي يخليك. إن شاء الله. ويهنيها الله بالخير. آمين آمين. إن شاء الله. الله تبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله.
ايوا انت ما كتشوفها المشاهدين وماشي هي وكل شيء اللي قريب يجي نديرو له ان شاء الله هيا رفيسه اللي يجي مرش ذابي طال عظيم عند فاطمه عندي انا مرش ذابي يا مرش ذابي ربي يخليك ويكي مات الله يرحمه ويجي بعد ديك الوليده الله يعمر ربي يعطيه ويغنيه الله يعمر ربي يسهل عليه ايوا انتما كتشوفوا معنا هذه الطبيله ديالنا واجده ربي يخليك عمتي احنا ولورا و انا دابا غادي نجي نجلس معاكم تما ان شاء الله وغادي بكم ربي ربي يخليك عمتي الله يخليك ربي يخليك عمتي الله يخليك بكم الخير ايوا هذه هي الرفيسه كتبقى كتختلف من قبيله لقبيله كل واحد اللي كيصايبها كل واحد اللي كيصاغبها في نفس الوقت ملي كتحط نفس الرفيسه في لا ولكن لا كل كيصاغبها ولكن اللي كيجرى بالحرشه هادي السميده كاين كلها وباش كاين داك اللي باش يخطر عليك كنديروها حتى من خمسه اللي كيبقى لنا يا والله الا كنديروها وعند كل واحد والله الا كنديروها كنفرتوها ونضربوا شويه ديال كل شيء طيب وكنسقيو وناكلو قاعدين كيقولوا لها رفيسه العمية انا رفيسه العمية عادية حتى انا رفيسه العمية ايوا اللي كيتوحم يسمح لنا واللي تشهى يسمح لنا ونتلاقاو ان شاء الله مازال تتم ديال الفيديو من بعد ما نتغداو ونتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله يتبعوا معنا المشاهدين باقين على سيدي ربي يسهل عليك شي بنيه ولا شي بنيه اللي يدعي معاك المشاهدين ان شاء الله قريبا دعوه اربعين مستجابه الله يسهل عليك الله يسهل عليهم الرسيه والوالده وكنتمنى هذا الشيء اللي درتي يعجبكم ان شاء الله ويتمنى كل حاجه درتها كنشاركها معكم هذا هو الحفل ديالنا كنتمنى يعجبكم كيف ما قلت لكم ما تنساوناش الدعوه ديال الخير وحتى شي فيديو جاي ان شاء الله ومع السلامه باي باي.